يا بس شلون اعرف اللي كفيت؟ الله رزق لطير بنص الواحات، رزقك يا رب. والله بتني كل ما طير طول عامر كتله طير مني، ابتليت تقول له انا وياك حروب. عامر عامر انزل انزل. ولك شبيك ما تقول لي؟ من الصبح اعمى يعني الناس مثلك ماكم عايش حوايد ومزوج وجهاله بطوله. قال لك كتلك بالعقال. ويا ما تقول ايش تري من يمي؟ يعني هو جاي يطير طيور ونسى على الطيور. يا ابويا يا بعد قلبك هذا الطير هسه من هذا صاحب جوارينا هرب انا وياه. هرب على بوت الطير هذا وهو جوارينا هز دق علينا الباب هسه راح يسوي له مشكله. ويا ديال عليه ما نصير مشاكل لعد بس هو من يكظ من يمي وما يطيني ذاك هذا طير خليه بالبرج وانا رايح له. منو منو؟ اخير بس جاينا على الطير وهاي سوالفك التعبانه. عامر لا سوالفي تعبانه ولا بتجيب طيري لا اقلب الدنيا علي. ايه صار هواي ما صايره مشكله بهذا الشارع. عامر يصيح على اخو عباس دخلنا نروح ادفع عباس عليه وشي يصير بنات مخلي يصير يصير بالتواثي بالتشيلات. ولك انت شو صايع عليه قدام العالم؟ انت مو تدري بيا حرب انا وياك وحرب ويا كل المنطقه واي طير اكرضه من يوك وما اعطيك اياه. يلا مشي وياك. تدفعن وياك عامر بسيط الا طايح طوره كله بالكسريه. طيب دروحي يا بقت عليه بس المزعطه. ولك عباس انت واقف هنا وعامر صايح على اخوك ويهن بي وانت ساكت شو روح جيب لك توثيه بدقيه وروح اد عليه ووقفه عد حده. ولك شين عامر يصيح على اخوي يريد ياخذ خاوه على المنطقه اليوم الا فلش راسه بالتوثيه. اي ولك اد عليه وفلش راسه بالتوثيه وخليه تعلق قدام الناس. اسال ايش عندي ظل قاعد بالبيت؟ خليني اقلم هاي الشجرات احسن من القعده. ولك عامر انت شنو صايح على اخوي تريد تاخذ خاوه على المنطقه ويالك تطمن عده طير ما تطيح دهك اخذها من عندي. اخ يا ابويا دهك خليت لك اثر كل عمرك راح تتذكرني. اوه هذا عامر طايح بالقاعد قدمت راسي. وينك ابو عمار؟ عم عباس يا ابويا عامر ابن ابن شيله شيله شيله. اخويا عامر قوم قوم. اخ يا ابويا راسي. اخ يا ابويا راسي. اخ اي يا عباس اضربني وتشري حسبالك ما اضم هاي لك بس انا اعرف شلون اشوق قلبك اشوق قلبك بخوك ولك فلاح. ويه صحيح انا عباس ضربني بتوثيه وخلي دمي بالقاع طشار وانا ما اسكت له واخذ ثار بيدي وبهذا سلاحي. ابني مش عليك الحسين تترك المشاكل زين انت لا قتلته تخلص اما يجي واحد من اخوته يقتله واحد من عندكم زين ما تخلص يا ابني. يابا العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم يضربني بتوثيه ارد هيله بطلقه. وليدي لزت لهم اقوامه لاخذ حقنا بالقانون وبالعشائر زين ومشي عليك الحسين اترك الموضوع. والله ما اترك الموضوع تريد انضرب قدام العالم واسكت له انا قريشي والله لا اخذ ثاري بيدي يا ابويا. يا ابويا منين جتنا هاي المصيبه؟ يا ابويا قلبي 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 اخويا فلاح انا ضربت عامر ضربه مال موت وراح اشرد واشوف لي ديره تلفيني فانت دير بالك على روحك وعلى اهلي. اخويا روح ودير بالك على نفسك والكاتب الله يسر انا حنصف الباب بطبك. اخوي اخوي بعد ما اوصيك دير بالك على روحك وعلى اهلي. اي يا عباس اضربني وتشرد حسبالك ما اضم هاي لك بس انا اعرف شلون اشوق قلبك اشوق قلبك بخوك ولك فلاح. ولك هذا عامر قتل اخو عباس خلاص. لك ياسر هذا ميت شكرا راح نقول لك ولا طيح براسك. هسه يلا برد قلبه من اخذ الثارة من عباس. هسه انا ضربت عمر ما فكرت بشغلي ما فكرت باهلي بسبب هاي الضربه ظل يشارك بالعرب من مكان لمكان. ولك عباس عامر قتل اخوك خلاص ببابكم انت قاعد هنا؟ انقتل اخوي يا ابوي انهجم بيتي. يا اخوي يا بعد قلبي قتلك عمر تمنيت الطلقه بيا ولا بيك. بويه قتلت خلاص وقلت لك اخذ ثاري بيدي وبهذا سلاحي. ابني ليش استعجلت وقتلت الولد؟ يعني هسه نخلص من القانون زين نخلص من العشائر زين ليش تستعجل يا ابني؟ ما يصير هيجي بويه قانون الدوله وقانون العشائر على راسي لا تريد نعوفه اله بس هو ضربني بتوثيه وخلى دمي بالشارع قررت انا قلت لو كنت لو اقتل اخو وانا اخذت ثاره بيدي قتلت اخوي يا ابويا. يا اخويا يا فلاح والله كسر الظهر يا اخويا. اخويا قول يا الله وامشي خلينا نقوم ندفنه لان كرام الميت دفنه. يا اخويا لا والله ما عدفنا الا اخذ ثاره بيد وقال ولد عمي اجى وراح نهد عليهم. اهو اجى ولد عمي هاي طلبه ما راح تخلص راح اظل قاتل ومقتول. عباس كذا لينا على البيت كذا اخوك خلوا نهد عليه هاك هاي توثيه يلا امشي. هذا بيتي كذا اخوي نخلو الستاره فوق 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 ترجع للبيت احنا راح نبدل هنا. مو قلت لك ما يسكتون ابنهم مقتول يسكتون هدقوا الستاره مالتنا هسه يلا نطلع لهم يلا. انا خفاطمه والله يدقون بيتنا واسكت لهم وعلى هجم البيت عليهم اليوم. ابني تخدي لهم تخطون يلا لا يضربونا طلقه من هنا. بويا هذول يحبون الغدر طب جوه احسن ما يطقونك طلقه احسن خلي الطلقه بي ولا بيك روح طب جوه.
وين هم هذول الجبناء؟ دقوا البيت وشردوا؟ مع الاسف والله مو زلم ذولا. احنا مو جبناء وما شردنا، جينا ناخذ ثار اخونا. اخوي سمي باسم الرحمن، واخوك ترى وقع بالغلط، وابوي خابر شيخكم واخذ من يم عطوه، وش تأمرون احنا بخدمتكم. اما احنا جينا لا نريد قاعده ولا نريد فصل، احنا جينا ناخذ ثار من عمنا بدين. اسمع عامر، انتظر انت اخوي بطاقه، انا راح اخذ حقي بيدي وبالقانون. وين ايدك ضربت اخوي؟ يا ابويا ايدي يا ابويا.